أطلقت الإدارة العامة للمرور خدمتين إلكترونيتين ضمن خدمات الإدارة العامة للمرور، تتيح عرض نموذج رخصة السياقة وملكية المركبة إلكترونياً من خلال تطبيق الإدارة العامة للمرور إيترافيك للهواتف الذكية، حيث يمكن للسائق الاستغناء عن حملها أثناء قيادة المركبة، بالإضافة إلى خدمة إصدار تخويل المركبة بالتعاون مع شؤون الجمارك للسفر براً عن طريق جسر الملك فهد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور. أهلا بك في نشرة الثالثة، وبداية ما أهمية هذه الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها وما أبرز مميزاتها؟ في إطار جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ خطط التحول الرقمي على مستوى كافة القطاعات الحكومية، ومتابعة هذه الجهود من قبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، فأطلقت الإدارة العامة للمرور خدمتين إلكترونيتين، وهي عرض نموذج رخصة السياقة وملكية المركبة إلكترونيا عبر تطبيق الإدارة العامة للمرور الإي ترافيك للهواتف الذكية، وخدمة إصدار تخويل المركبة بالتعاون مع شؤون الجمارك لعبور جسر الملك فهد. وأن هذه الخدمات الخدمتين أتت ضمن أهداف التحول الشامل للخدمات الإلكترونية لتقدم عبر مختلف القنوات الإلكترونية. فهذه الخدمتين جاءت لتسهيل لمستخدمي الطريق لعرض نموذج رخصة القيادة مع ملكية المركبة للجهات المعنية حين الطلب، بالإضافة إلى يمكن للشخص نفسه أنه يصدر رخص التخويل للمركبة لعبور جسر الملك فهد حق أي شخص حاب أنه يصدر له تخويل. نعم، فعليا متى يمكن الاستغناء عن الأوراق الثبوتية والبطاقات لسائقي المركبات؟ من يوم الخميس هذا اليوم نفسه التحديث نشرح لجميع الهواتف، سواء الهواتف الأبل أو مثل ما نقول السامسونج الأندرويد، التحديث موجود من اليوم، يمكن لأي شخص يمكن يحدث هذه التحديث التطبيق الإي ترافيك الإدارة العامة للمرور، وراح يشوف أن كل نماذج الرخص القيادة اللي لديه، بالإضافة إلى كل ملكيات المركبات اللي يملكها الشخص نفسه، راح تشوف أنه موجود العرض النموذج موجود في التطبيق، فيمكن لأي شخص أنه يقدم حق أي جهة أمنية تطلب منه أنه تقديم ما يثبت أنه يملك رخصة سياقة أو هذه ملكية هذه السيارة، سواء كانت لدوريات إدارة العامة للمرور أو الدوريات الأمنية أو أي مكان يستدعي أنه يقدم هذه الرخص. نعم، الرائد عبد الله خالد المعيلي، رئيس شعبة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.